ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية. والنهاردة هيكون معانا نجمة من نجوم الشباب اللي قدرت انها تقدم ادوار مميزة جدا وكمان تلفت الانتباه في رمضان اللي فات. والنهاردة احنا منورنا الفنانة الشابة ياسمين المصري، واللي تألقت جدا في دراما رمضان في اكتر من عمل درامي، ونقول الله اكبر. ازيك ياسمينة؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ياسمينة، في البداية كده عايزين نعرف منك ازاي كانت بدايتك في دخولك الدراما؟ انا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج. بدايتي من بداية دخولي المعهد، بعد ما خلصت مدرستي عادي قدمت في المعهد والتحقت بيه الحمد لله، وكنت اول واحدة انجح كمان في المعهد. ومن المعهد بقى ابتدت الفرص تيجي، استاذ محمد النقدي شافني في المعهد، وتتالت بقى الدكتوره سميره رشحتني فيلم اسمه غرفه 707. بعديها بقى ابتديت انطلق يعني لغايه ما خلصت وخدت البكالوريوس واحترفت بقى. ياسمين بص، عايزين يعني نعرف اكتر، انت من انت صغيره حاسه ان انت عايزه تبقى ممثله ولا تبقى مذيعه؟ لا انا وانا صغيره كنت عايزه ابقى ممثله، يعني انا كنت ببقى قاعده في مع اصحابي في المدرسه واقول لهم انا ممثله. فانا من وانا صغيره عارفه طريقي ان انا ممثله للتمثيل. فانا حابه التمثيل من وانا صغيره، وكمان الفنانات اللي هم كانوا في الابيض واسود، فاتن حمامه، سعاد حسني، كل دول حببوني اكتر في الفن. يعني انا كنت طول الوقت حسيتهم كده قريبين مني قوي قوي. طب شايفه ان الدراسه مهمه بالنسبه لك كممثله ولا مش لازم، ممكن بس تكتفي بالموهبه؟ لا، الدراسه مهمه مليون في الميه. واي حد يقول انا مش محتاج المعهد او انا مش محتاج ادرس او انا شاطر جدا، هقول له لا، هو بيكابر على نفسه. يعني الدراسة دي لا يمكن ان انا اخدت في معهد فنون مسرحية، اي ممثل عاشاً كان هياخده بره في اي حد. بيحصل ايه يعني؟ يعني اولا في اساتذة كبار زي دكتور سعد أردس، زي دكتور جلال الشرقاوي، زي دكتور سميرة محسن. الناس دي نقلت لنا تاريخ الدراما عموما، تاريخ الفن، دراستنا، احترافنا على المسرح، عملنا كل الادب اللي موجود في الادب العالمي اللي موجود، درسناه لغه عربيه، كل ده طبعا كان شيء مؤثر جدا يعني. فخلانا نركز، خلانا نبقى واثقين من نفسنا، عندنا ثقل. وده انا بلاحظه طبعا لما اكون واقفه في شغلي، بلاحظ يعني ايه الفرق ما بيني وبين اللي قدامي. ما بقولش ان انا احسن او هو احسن، بقول الفرق. بتبقى في حاجات بسيطه او مش حاجات بسيطه، حاجات كبيره بس بالنسبه للممثل الشاطر الموهوب الدارس بيلاحظها بمنتهى السهوله بالنسبه له. طبعا عن الموهوب والدارس طبعًا. عن الموهوب بس، ده قصدي. طبعا انا مع الموهبه برضو ايا كان، مش لازم تكون في المعهد، بس لازم تثقل نفسك باي طريقه، تثقل نفسك باي طريقه يعني باللغه العربيه. يعني حتى لما هنقول مثلا يقولي في ناس كتير ما دخلتش المعهد، لا، فاتن حمامه دخلت المعهد بس ظروفها ما كملتش. سعاد حسني علموها كل اساتذه المعهد. فالناس دي درست، احمد زكي خريج المعهد، استاذ نور الشريف خريج المعهد، احمد السقا خريج المعهد. فلغايه النجوم اللي هم الكبار هم خريجين المعهد، فالمعهد معنى كده ان هو حاجه قيمه، خرج عباقره يعني. عباقره وعمالقه. جدا. ده حقيقي فعلا، برافو عليك. زيهم. طب ياسمين، عايز اعرف بقى يعني، احنا نمسك الخشب، الله اكبر، رمضان اللي فات كان فيه شغل عالي قوي. وكمان عملتي بصمة قوية من خلال مسلسل، مش مسلسل، ثلاث مسلسلات؟ ثلاثة. هبدأ معاكي بمصطفى شعبان أبو البنات. عايز أعرف إزاي تم ترشيحك للدور مع مصطفى شعبان، مع نجم مصطفى شعبان في أبو البنات. وكمان هتكلم معاكي لسه السؤال اللي جاي، هعرف يعني إزاي وفقتي بتلات أعمال مع بعض. ماشي، نبتدي نجم مصطفى شعبان. أنا اللي سعيت إن أنا أشتغل مع مصطفى شعبان. أنا عارفة إن نجم مصطفى شعبان يعني بيتمتع بشعبية عظيمة في وسط الشارع المصري، لدرجة إن يعني أنا كنت مثلا ممشي في الشارع وحد مثلا يجي عاكس أو يقول تبنى إلى الله. اللي هو يعني، فأنا من هنا عرفت إن يعني نجم مصطفى شعبان ليه جماهيرية والناس بتقلده على مستوى الشارع، في الشارع شباب أو رجالة يعني. فقلت في طريقته، في اسلوبه، في كلامه، وهو دمه خفيف. فمن هنا ايقنت ان مصطفى شعبان يعني الدنيا يعني الناس بتحبه في الشارع قوي، بجانب ان انا كمان بحبه على مستوى الفن الفني.
فانا كنت شغاله في مسرحيه اسمها البريمو، كنت البطله استاذ قدام استاذ محمد نجم في اسكندريه، وكان معايا فنان اسمه الفنان احمد الحلواني، هو اشتغل مع نجم مصطفى شعبان اكتر من مره، وكل هو كلمني قال لي مش عارفه ايه، قلت له انت بتشتغل وجاي الكلام من هنا، ورشحني بالفعل للنجم مصطفى شعبان. واستاذ احمد عبد الفتاح برده كان لي دعم كبير لي يعني، صدق، وهو اللي بصراحه كان بيدعمني قوي، وشايف ان انا يعني ان انا موهوبه جدا، والمؤلف استاذ احمد عبد الفتاح. وبصراحه استاذ احمد عبد الفتاح ومصطفى والنجم مصطفى شعبان يعني كانوا معايا قوي وكانوا مدعمين جدا أوي. طب الدور بتاعك كان عباره عن ايه بقى؟ قول لنا كده تفاصيله في البدايه خالص. لا قول لي انت. لا 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 انا شفت كل حاجه بس دايما انا بطلع. لا انا الدور بتاعك عباره عن ايه؟ مش من ناحيه اللي هو طلع على الشاشه، من ناحيه التفاصيل بقى الخاصه بالنسبه لك انت لما جالك الورق. انت حطيتي التاتش بتاعك ازاي؟ التفاصيل من ناحيه اللبس، الاكسسوارز، الكلام ده كله اكيد الممثل بيبقى هو عامل كبير فيه مع المؤلف ومع كمان المخرج لتحضير الشخصيه. انا ما اعتقد يعني استاذ رؤوف عبد العزيز المخرج، استاذ رؤوف عبد العزيز في مسلسل ابو البنات كان معايا في كل تفصيله، لدرجة ان المانيكير ياسمين ما يتحطش يعني، كان معايا في كل حتة. ياسمينة لا هدي هنا. فأستاذ رؤوف بصراحة ما كانش بيفوت اي حاجة خالص، مفيش فتفوتة خالص. بجانب ان انا عادة يعني هكلمك على ثلاث مستويات شغلي، الثلاث اعمال اللي انا اشتغلتها او تقريبا في سكتي في التمثيل، انا ما باخدش شخصية كالمعتاد يعني. مثلا انا عامله شخصيه بياعه شاي في مسلسل ابو البنات، مش بقى البت اللي هتقعد تعمل كده، وده بالنسبه لي حاجه اسمها كلاشي. كلاشي يعني يتعمل في كل في يعني. كل المسلسلات انا شغاله على نظريه اسمها ستانسلافسكي، نظريه اللاو السحريه. اللاو السحريه دي انا لستانسلافسكي، وهو يعني ناس حط اسس الاخراج والتمثيل، قوانين اسس الاخراج والتمثيل. تمام. فقال في حاجه اسمها لو السحري، لو انا مكان الشخصيه دي هتصرف ازاي؟ يعني بحط نفسي، بجرد نفسي من نفسي تماما، وبتصرف بطريقه الشخصيه باحساسها. مع مراعاه عدم التقليد، وانا ضد يعني، انا مثلا حد بيقول لي انت بتتعلمي بالظبط من استاذ احمد زكي، لا انا بحب احمد زكي لكن ما بتعلمش من احمد زكي، لان انا بتعلم من الناس، انا شغلتي انقل واقع. انت تقصدي الناس. مش تقليد لفنان معين او نجم كبير. لا، انت تقصدي انت ممكن تتعلمي منه كتمثيل الحاجات الصعبه اللي احنا ممكن بنشوفها معايا. لا مثل. اتعلم من ممثل او نجم. مش تعلمي كتقليد. ما هو هتعلم منه بمعنى ايه؟ ايوه، هو تعب في حالته الفنيه جدا عقبال ما وصل لها، وقف وبقى عنده ثقه قدام الناس، فوصل وتعب في الحاله دي. كويس. انا مش هتعب تعبه ولا همشي في طريقته، انا هشوف برضو نفس ايه اللي يناسبني. يعني انا دايما بنقل اللي هو صوره الناس، انا الناس انا بشوفها يعني، بشوف واحده طيبه، بشوف واحده، فانا لازم انقل صوره الناس، مش هنقل صوره ممثل او اتعلم منه او مهما كان، حتى لو كان نجم ممكن بقى اتعلم منه خبره، تصرفاته، اسلوبه، اختياراته. هو الشارع بالنسبه لك الاساسي. بالظبط. بتصوري بدماغك بالظبط، بيطلع في الوقت المناسب. بالظبط. لكن ان انا ابقى كوبي من حد دي صعبه شويه خالص. ما ينفعش. طيب الحمد لله مسلسل مصطفى شعبان ابو البنات خلصناه. وبعد كده جالك مسلسلين تانيين في نفس الوقت مع مسلسل مصطفى شعبان، ولا الموضوع جه ازاي؟ ولا كان في تصوير قديم بعد كده تصوير جديد؟ لا، هم سيزون، ثلاثه في السيزون في نفس التوقيت. استاذ احمد شافني من مسلسل ابو البنات وقال لي ياسمين انا في شخصيه عندي كده مش يعني شايفك فيها، مع ان ابو البنات كنت طيبه جدا ومسالمه، فقال لي بس دي شخصيه بنت انتقاميه. فقلت له تمام. قال لي طب بصي هيكلموك بقى. فعادي ما خدتش الموضوع. لقيت الفنانه سماح انور كلمني، هي كانت المنتج المنفذ، وقالت لي ياسمين انا عاوزاكي. واوريدي فعلا رحت لها وما كنتش اعرف الدور ايه. واوريدي ايه اللي جالك الاول؟ ايه اللي جالي الاول؟ مسلسلات. ما هو ابو البنات، كلمه سر، وسقوط حر في نفس الوقت. يعني هم كلهم الثلاثة يعني تقريبا. يعني كان ابو البنات اول حاجة يعني على طول جات لك في رمضان. وبعد كده كلمة سر. ده في كلام كتير في كلمة سر. ايه؟ ده في كلام كتير في كلمة سر، هتكلم معاكي برضه عايز اعرف تفاصيل اكتر. لكن قلتي سماح انور بعد ما كلمتك. ما كانش ظهر في الحلقة الا يعني دوري الا ظهر في حلقتين.
قالت لي بصي هو الدور لسه ما ظهرش قوي، بس قلت لها انا همضي مدام استاذ احمد عبد الفتاح كده، بقى انا همضي. ومضيت فعلا، وهو مع الوقت يعني لقيت الدور قوي جدا الحمد لله. وهي شخصيه انتقاميه وصعبه قوي يعني. طب الحمد لله. مبروك لاول مسلسل. الله يبارك لك. الله يبارك. نخش بقى على المسلسل الثاني كلمه سر. ازاي تم ترشيحك ليه برضو؟ وكمان اصل هي ميت تفاصيل قوي، خلي بالك الراجل دقيق قوي يعني. اقول لك انا التفاصيل قوي. لا التفاصيل دي جدا. عايز اعرف ازاي تم ترشيحك للدور وكمان للمسلسل وكمان استعدت له ازاي؟ هو طبعا انا قلت قبل كده كلمه سر كان عن طريق استاذ احمد عبد الفتاح. استعدت له ازاي ده بقى؟ انا جبت لبس كتير قوي. دي اهم حاجه في الموضوع قوي. طبعا. هي كانت شخصيه حاده شويه. كويس. وانتقاميه. هي ليها صاحبتها ماتت. فهي دول المسلسل بتنتقم لصاحبتها. فعامله بقى عم احمد السقا مطاردات بقى. قعدت حطيت في شحنه غل كده جوايا وكل حاجه شفتها كده صعبه، ولقيت نفسي بركز في الشخصيه. الشخصيه فيها مطاردات بالعربيه، فيها تمثيل حد. عايز اعرف منك كان ايه توجيهات المؤلف احمد عبد الفتاح معاك؟ اتعامل ازاي؟ استاذ احمد يعني هو في ميزه استاذ احمد عبد الفتاح دايما ما بيقولكش انت لازم تعمل، بس هو يسيبك لاحساسك ويقولك ياسمينة الشخصيه دي انا عاملها 1 2 3 4 5 شخصيه انتقاميه فيها كذا، بيحصل فيها كذا، بيحصل فيها كذا، وبيسيبني الاحساس. ما بيضغطش في سكه في سكه معينه لازم امشي فيها او هو شايفها معينه. هو دايما يقول لي سيبك يعني هسيبك لاحساسك. توجيهات استاذ سعد هنداوي كان دايما ياسمين طف، خليها طف، خليها حاده، خليها ما تديش رياكشنات كتير، خليها بتقول كلامها كده ما فيهوش ما بيديش معنى واثنين وثلاثه كده على طول. فمشيت حسب التعليمات بالظبط. طبعا مطاردات هي اللي تعبتني قوي في المسلسل جدا، لان انا يمكن انا مثلا كان في مطارده قويه جدا مع استاذ هشام. هقول لك يعني دي من الحاجات اللي بسطتني قوي وتعبت الكاست قوي. نازله بقى قالوا لي في مشهد مطارده مع استاذ هشام سنين، وقمت ضربة ديل الحصان واللبس بقى والجري بقى والعربيه بقى التمام وبتاع بقى واكشن ومطارده ويلا ياسمين اكشن وسوق وشغاله بقى. وفجاه لقيت المايك ياسمينة انت ماشيه في شارع تاني. بعمل اكشن في شارع لوحدي مع نفسك انت اكشن تاني خالص بقى. والكاميرا والكاميرا والحاجه في اتجاه تاني. بجد والله؟ والله يعني انا في شارع وهم في شارع. الله عليك ياسمينة والله. فانا بنصح يا جماعه يعني كل المخرجين اللي يرشحوا ياسمين لدور اكشن خلي بالكم ان هي ممكن يعني تروح منها في حته ثانيه خالص. استاذ اكشن بقى عارف المخرجين بتوع الدور. بقول اكشن. خلاص كفايه كده. خلاص احنا يعني مبروك على المسلسل الثاني الحمد لله عدى معانا على خير. نروح بقى للمسلسل الثالث وبرده بنبارك لك عليه اللي هو اسكت حر. ازاي تم ترشيحك برده للمسلسل ده؟ وعلى ما اعتقد كان في صعوبه بالنسبه لك ان انت المفروض لازم تقدمي شيء جديد ومختلف كممثله. تم ترشيحي فيه عن طريق مخرج مساعد المخرج استاذ محمود سليم. هو من اول ما شافني هو حاسس كده ان انا الشخصيه، بس ايه يعني لسه منتظر راي استاذ شوقي المجري. فبصي ايه ياسمينة في دور حلو قوي وانا شايفك فيه وكده، بس انا عاوزك تعملي تيست لاستاذ شوقي. قلت له لا وانا عامل تيست ومش عارفه ايه. قال لي عشان اللغه والحاجات والشكل. قلت له بصي يعني قال لي معلش استاذ شوقي ما يعرفش حد وكده. فعملت التيست فعلا ولقيته بيكلموني في العد جروب وخدت الورق وقريته. يعني عجبني الدور، ما اقدرش اقول ان هو ما عجبنيش، بس لقيت مساحته قليله قوي. قلت مش هعرف اطلع حاجه انا عاوزاها كده. فرحت الاستاذ شوقي عادي قلت له انا مبسوطه بجد ان انا يعني ان انت اخترتني، بس انا مش هينفع الدور ده لان الدور ده مساحته قليله وانا مستعده فعلا اشتغل معاك اي حاجه، بس هيبقى صعب عليا ده. فهو قال لي لا ياسمينة يعني دور تعالي وريني الدور فيه 1 2 3 4 وقعد يقنعني وقال لي فيها الشخصيه دي مهمه جدا
وشخصيه مميزه. دخلك في تفاصيل الموضوع. قال لي اول واحده تعمل شخصيه سعديه مجنونه. بس ده شطاره على فكره جدا. يعني هو هيخليكي برضه الشوقي جميل. لا شطاره اقناع ان هو كده وكده المخرج عايز الممثل يطلع الحاجه اللي هو شايفها من وجهه نظره كمان على حسب الورق اللي معاه. لكن ان هو يقنع ممثل ممكن حابب المخرج ان هو يشتغل معاه وكمان حابب ان يشتغل مع الكاست كله لكن حاسس ان ممكن دور بقاش كبير قوي فدي شابو للراجل ده. هو راجل محترم جدا ومخرج شاطر جدا وانا كمان حسبتها مع نفسي لقيت العدل جروب دكتور كمال العدل مريم نعوم النجمه نيلي كريم استاذ شوقي المجري فاربع عناصر يعني لنجاح اعمال مهمه يعني اربع عناصر اقويه جدا يعني فقلت ما ينفعش ان انا اتنازل عن حاجه زي كده وفعلا عملت الدور ولقيته فعلا دور مميز. ياسمينة يعني طبعا الف مبروك على رمضان اللي فات الحمد لله فيك. وربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي لكن اكيد برضه عايز اعرف منك يعني ثلاث ادوار مهمين في ثلاث مسلسلات كبار اكيد بيفتح لك سكك اكبر واكتر لدراما رمضان اللي جاي ان شاء الله. يعني هو لغايه دلوقتي ما عنديش اي حاجه خطه رمضانيه مقبله يعني بس ان شاء الله في حاجات سلمه ان شاء الله. في مسلسل فيلم هدخل اكمله اسمه نقطه من اول السطر ده كان اوريدي يعني انا كنت شغاله فيه بطوله محمد نور ادم مغني هم كلهم مغنيين يعني وهو مغني في الفيلم ده لا انا بمثل انا بتحب في الفيلم ده فطلع انا بحب اشوف محمد نور ومحمد نور بيحبني وهو بتاع بنات وجينا في الوقت بقى ايه بتراقبيه بمسكه يعني هو مسلسل متهيئ لسه ما خلصش يا جماعه ربنا يوفقك ياسمين يا رب بالتوفيق ليكي ان شاء الله الفترات اللي جايه وكمان في السينما ان شاء الله تكون برضه بدايه انطلاقه ليكي وتحققي في نجاح ان شاء الله كبير جدا من خلال الفيلم ده كل التوفيق ليك ان شاء الله يا ياسمينة نورتينا جدا النهارده في عربود وانا سعيده ان انا معاك في عربود وسعيده ان انا معاك يا احمد كل التوفيق ليك شكرا جدا يا ياسمينة.